السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم مجددا أصدقائي في هذا الفيديو. إذا اليوم غادي نشوفوا دوزيام اكزرسيس دابليكاسيون وغنشوفوا حاجة أخرى. دونك في الفيديو السابق شفنا لا موليكول A2 تلك أنا A كتنتمي لا بروميير ليني دو تابو بيريوديك. مثلا عندي جوج ديال لي زاتوم، دونك عندي الهيدروجين والهيليوم. شفنا لا موليكول H2، شفنا لا موليكول HE2 المشتقات ديالهم ولو ديغرام انرجيتيك، وشنو هما ليزانفورماسيون اللي كنخرجوهم لو ديغرام انرجيتيك. إضافة لذلك شفنا ستابيليتي، دونك كان فيديو عامر بليزانفورماسيون، راح نعطيكم اللين ديالو مباشرة باش ترجعوا ليه. الو، فبالنسبة لهاد هنا فقط هنا جمعت لي ريزولتا، دونك هنا غنزيد واحد جوج ديال الحوايج جداد نسيت ما زدتهم ديجا. الو، فبالنسبة لهنا لانديس ديال لا ليزون، دونك هنا وضعت لا موليكول H2 H2 دو بلس، يعني لا موليكول فقدات واحد الالكترون. هنا HE2، هنا HE2 بلس، وهنا HE2. دونك عندي لانديس ديال لا ليزون ديال H2 لقينا كيساوي واحد، و H2 بلس لقينا كيساوي ان دومي، وقلنا كلما كبر لانديس ديال لا ليزون الا ولات لا موليكول بلوس ستابل. دونك انا عندي ان، يعني ان هاد لا موليكول H2 اي بلوس ستابل كو هاد لا موليكول H2 بلوس، لان عندي عندها ان دومي. الوغ، فبالنسبه للحاجه اللي غادي نزيد هنا هو لا لونغور ديال لا ليزون و لينيرجي دو ديسوسياسيون. فوالا، دونك بالنسبه لا لونغور ديال لا ليزون، كل ما كبر ليا لا لونغور ديال، كل ما كبر لانديس ديال لا ليزون الا هو صغرات ليا لا ليزون اللي كاينه بين لي زاتوم، صغرات ليا لا ليزون، لان فاش كتكبر عندي، كيكبر عندي لانديس ديال لا ليزون كتزاد لا ستابيليتي، كيولوا لي زاتوم مرتبطين مع بعضياتهم مزيان، يعني كيتقاربوا بواحد الشكل اللي كيخليهم يوصلوا لديك الحاله ديال لا ستابيليتي القصوى. وبالتالي فاش كيتقاربوا يعني انه لا ليزون بيناتهم كتصغر. دونك فهنا بالنسبه ل H2 اللي هي بلوس ستابل كو H2 بلوس، لقينا بان لانديس ديال لا ليزون 75 بيكومتر بيان سور. هنا بالنسبه لهذه H2 بلوس لقينا هنا 106، يعني هنا هذا H2 بلس لا ليزون طويله شويه مقارنه مع بالنسبه ل H2، لان هذه لان هذا الموليكول H2 فهي بلوس ستابل كهذا الموليكول H2 بلس. فوالا، بالنسبه لينيرجي دو ديسوسياسيون، لوجيكمون الا كانت لا موليكول بلوس ستابل فالانرجي انني باش نهرس لا ليزون اللي كتربط بين دوك لي زاتوم في لا موليكول غادي تكون كبيره، يعني غادي نحتاج واحد لينرجي دو ديسوسياسيون. لينرجي دو ديسوسياسيون عفوا هي لينرجي اللي كتخصنا باش يمكن لينا نهرسو لا ليزون. كتكون عندي واحد لا موليكول H2 خصني نفرقها جوج ديال لي زيدروجين، خصني واحد لينيرجي كبيره بزاف مقارنه الى كان عندي مثلا غير لا موليكول H2 بلس، غيسهل عليا تقريبا، غيسهل عليا نهرسها. بالنسبه لا موليكول H2 خصني 436 كيلو جول باغ مول، يعني كل مول خصني ليه 436 كيلو جول ال H2 باش يلا يمكن ليا نهرس لي ليزون بين لا موليكول، بين عفوا لاتوم H ولاتوم H الاخرى. بالنسبه للاخرى فهي بويسك فهي موان ستابل عليها بيان سيو، فخصنا واحد لينيرجي لي صغيره، يعني انها الا كانت موان ستابل يعني انها تقريبا هشه، كنقولوا شويه هشه يعني مقارنه مع H2، فهي هشه مقارنه مع H2. دونك فبالتالي لينيرجي ما غاديش تكون كبيره بزاف، غادي تكون فقط 256 كيلو جول لكل واحد مول، كافي انني باش نهرس لا ليزون اللي كاينه بين H و H بلس في هاد لا موليكول H2. نفس الحاجه بالنسبه للهيليوم، دونك شفنا بان لا موليكول ديال الهيليوم لانديس ديالها تيكال زيرو، وكنقول بان لانديس تيكال زيرو لا موليكول انستاب نيكزيست با ستريكتومون دون لا ناتور. بالنسبه لا موليكول H2 بلس و اش او دو بلس عفوا، فهي هادي اكزيست دون لا ناتور، ما فيها حتى مشكل، لان ديزال لي زو ان دومي، يعني واحد لاطوم ديال الهيليوم فهي كترتبط مع واحد لاطوم ديال الهيليوم فقدات ان سول الكترون كارتابتو عادي. دونك فبالنسبه لانديز لي زو ان دومي، دونك بويسك هادي فين لو بلوس ستابل هنا، دونك ف ان دومي كبر من زيرو، يعني هادي هاد لا موليكول هادي، دونك هاد لا موليكول هادي هي لي بلوس ستابل اكثر من هاد لا موليكول هادي، يعني انه لينيرجي لو لونغور ديال لا ليزون كيصغر لان بلوس ستابل، واخا هادي ديجا ما عندناش لا لونغور ديال ليزون، دونك هنا لو لونغور ديال ليزون ديجا كاين لان هاد لا موليكول ديجا ما كايناش، يمكنليش نعبر شي حاجه انا اصلا ما كايناش، ما كايناش، ما نضرش شي حاجه اصلا هي ما كايناش. دونك فوالا، عندي هنا 108 بيكومتر، و لينيرجي دو ديسوسياسيون يعني باش نهرس لا ليزون بين الهيليوم والهيليوم بلس خصني واحد 297 تقريبا 297 كيلو جول لكل واحد مول من الهيليوم بلس، باش يمكن لي نفرق لي موليكول ديالي ولا لي زاتوم ديالي نفرقهم للشكل العادي ديالهم. الوغ فوالا، هذا هو الشيء اللي بنوصل لكم، لان كل ما كبر لانديز ديال ليزون كتزاد ديال ستابيليتي، وكل ما تزاد ديال ستابيليتي لو لونغور ديال ليزون كيصغر، وكل ما كيصغر لو لونغور ديال ليزون لينيرجي دو ديسوسياسيون كتكبر. دونك عقل على الان لا ستابيليتي كتكبر، يعني انني انرجي اللي خاصني باش يمكن لي نهرس لي ليزون كبيره، لان عندي لا موليكول مسخوطه لودين بلوس ستابل، دونك غير صعب علي واحد شويه انني نفكك لا موليكول ديالي. ندوزو للدوزيام اكزرسيس ديالنا دابليكاسيون.
دونك فوالا كيف قلنا بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشوف فيه لا موليكول ا دو تيلك ان او ا كتنتمي للدوزيام تخوازيام كاتريام سانكيام سيزيام الباك. المهم لاتوم ا ديالي ما كتنتميش للبروميير لي دو طابلو بيريوديك يعني ا ديفيرون ديال اتش 2 و اتش او 2 اللي شفنا في الفيديو السابقه. دونك هنا فوالا قال لي ليكزيرسيس نعطوك لي زينرجي دو زوربيتال اتوميك ديال الكربون والاكسجين. دونك شاك اوربيتال اتوميك عنده لينيرجي ديالو. الكربون لوربيتال ديال اس لوربيتال اس ديال الكربون هو موان 3. دونك هنا بيان سور لي زيليكترون عفوا لينيرجي فيها اون الكترون فولت. عطاني لينيرجي ديال لوربيتال اس موان 307 الكترون فولت 2 اس 2 بي 1 اس ديال الاكسجين 2 اس ديال الاكسجين 2 بي ديال الاكسجين. يعني شاك اوربيتال ولينيرجي ديالو. عطاني هاد الكيستيون هادو عطاني لي كونفيكاسيون لا construire le diagramme énergétique. Donc, atteindre la configuration moléculaire ou atteindre les nanomoustachats, on va voir la distance, l'énergie de dissociation, les chemins déjà. Donc, on va voir le com déjà. L'homme a appliqué. Donc, avant même de l'application, on va voir un sujet très important. Donc, état d'extension le temps dans les conditions متعزمه اللي كتعيشها بلادنا. دونك كحاولت انني بلاص انا الحوايج اللي يمكن لي نكتبهم بيديا بغيت فقط نجرحهم سيغ لورديناتور. الحوايج اللي غادي نرسمهم بيان سور بحال ديغرام وداكشي غادي نرسمهم بيدي لان خصنا نمشيو دقه دقه الى توصل. الوغ بالنسبه لو دوزيام كا لان في لي زاتوم يعني لي زاتوم اللي كينتمو لدوزيام ولا تخوازيام بيريود في لو طابلو بيريوديك. الوغ هنا كنطيحو في لي سيتياسيون جداد كنهضرو على حوايج جداد سون انتيراكسيون اس بي افيك انتيراكسيون اس بي. ولكن شنو هما لي انتيراكسيون على ما اظن باللغه العربيه هما التاثيرات المتباينه ولا المتبادله بين اوربيتال اس واوربيتال بي. وكاين اللي غيتلف ويقول لك كيفاش الاوربيتال اس والاوربيتال بي واش. دونك دابا انت نسى لا موليكول نسى لا موليكول عندك شي حاجه سميتها موليكول. دابا كنهضرو على بالنسبه لهنا لاتوم. دونك هنا كنهضروا غير على الاتوم بوحدها. عندك الاتوم دونك كتمشي لا كوش دو فالونس بيان سور. عندك في لا كوش دو فالونس واحد لوربيتال اس واحد لوربيتال بي بيان سور. لا لوربيتال اس بوحدو هنا ما كندوش على دي زانتيراكسيون بحال لوربيتال بحال الحاله ديال الهيدروجين والهيليوم جناهم في الحاله اللي فات الفيديو اللي فات. دونك دابا ما نهضروش عليهم باقي. هنا فاش كيكون عندي لوربيتال اس مع لوربيتال بي كتكون بعض الخطرات يقدر يكونوا دي زانتيراكسيون تاثيرات بيناتهم كتكون واحد المشانقه مدهبزه بيناتهم ويقدروا ما يكونوش. دونك حنا حرنا وقلنا امتى كيكونوا امتى ما كيكونوش. درسنا مجموعه ديال لي زاتوم في الطبيعه واستفناهم يعني لقينا الاستيفاء المناسب ليهم. يعني عرفنا بان شكون هما لي زاتوم اللي كيكون عندهم هاد لي زانتيراكسيون واللي ما كيكونوش. واللي غيسولني علاش شنو هو الدور ديال لي زانتيراكسيون شنو هو التاثير ديالهم. عندهم التاثير ديالهم كبير بزاف من ناحيه لا ستابيليتي ديال لي زوربيتال موليكولير. يعني كتكون عندي دي زوربيتال موليكولير في الحاله ديال سو انتيراكسيون عندي دي زوربيتال موليكولير الترتيب ديال لي زينرجي ديالهم مختلف على الحاله فاش كيكون عندي انتيراكسيون اس بي. يعني هاد لي زانتيراكسيون كيأثروا ليا في لا ستابيليتي ولا ستابيليتي حاجه مهمه في لا شيمي اون جينيرال بيان سور. دونك دابا غادي ندوزو للتستيفه ديال لي زاتوم. دونك بالنسبه للتستيفه ديال لي زاتوم الوغ غنبداو بالحاله الاولى هي سون انتيراكسيون. يعني ما عنديش دي زانتيراكسيون اس بي فهاد الحاله فاش ما كيكونش عندي لي زانتيراكسيون اس بي. يعني ما كتكونش واحد المشانقه هنداب زي اس بي. امتى كتكون؟ يا اما تحفظها من ناحيه ديال الانرجي لان هنا كندوي على الانرجي. يا اما تحفظها من ناحيه ديال لو زيد بحال بحال. الوغ باش تعقل عليها بالنسبه لزيد كبر من 7 يعني زيد سوبيريور سات ستريكتومون بيان سور نداب على ستريكتومون خص يكون كبر من 7 قطعا يعني 8 9 10 الفوق. هنا ما كندوش على شي حاجه سميتها انتيراكسيون اس بي وكتكون عندنا واحد الاستيفاء ديال لي زوربيتال موليكولير غادي نشوفوها دابا. الو فبالنسبه لزيد سوبيريور ا 7 دونك هنا اولا لا ديفيرونس بين يعني اولا لا ديفيرونس بين لينيرجي ديال اوربيتال دو بي. يعني شديتي واحد لاطوم لينيرجي ديال لوربيتال دو بي كما شفنا في ليكزيرسيس عطاو علينا ولينيرجي ديال لوربيتال دو زيس ديال ديك لاطوم نيت. الا درتي الفرق بيناتهم غتلقاها كبر من 15 الكترو فولت. الو فلا قلتي كبر من 15 الكترو فولت دونك في هذه الحاله ما كيكونش عندي دي زانتيراكسيون. وباش تعقل عليها لا ديفيرون بأي ما تعقل عليها بهنا يعني لا ديفيرونس دينيرجي كبير بزاف يعني متباعدين. عرفتي بحالاش دايرين لوربيتال اس بي في الحقيقه هما دايرين بحال لي زيمون يعني دايرين بحال اش كيتسموا لي زيمون دوك المغناطيس. دوك مثلا الا شديتي جوج ديال المغناطيس مثلا وبعدتيهم واحد المسافه كبيره هذا هو لا ديفيرونس دينيرجي. مثلا هنا ديفيرونس دينيرجي هنا ديك ديفيرونس ديال لا ديستونس. بعدتيهم واحد المسافه كبيره واش غادي تحس بالتاثيرات غادي تطرى بيناتهم؟ يجبد مثلا شي واحد لاخر ولا يتنافروا ولا ما غاديش تحس به. يعني انا بعدتيهم على بعضياتهم ما غاديش تحس بواحد الانتيراكسيون كاينه بيناتهم واحد شي قوه كتجبد بيناتهم ولا كتدفع كتنفر ولا كتدفع. دونك هنا نفس الحاجه بالنسبه لهنا. وفي الحاله ديال افيك انتيراكسيون هاد لو ديفيرونس كيكون صغر من 15 يعني الزيت حتى هو صغر من او يساوي في هاد الحاله او يساوي 7 ديك الساعات كتكون عندي افيك انتيراكسيون اس بي. يعني انه في الحاله عاوتاني الا بغينا نديرو الانالوجي يعني انا في الحاله اللي عندي جوج ديال المغناطيس قربتهم حدا بعضياتهم الو فكتلاحظ لانه كاين واحد القوه ديال التنافر ديال التجاذب. هنا كاين واحد القوه يعني هنا كاين واحد الانتيراكسيون
فوالا كاين واحد الانتيراكسيون دونك كذا باش هتبقى تعقلها. الا فرقتيهم يعني كبرتي لا ديستونس بيناتهم، ما عنديش ديزانتيراكسيون، صغرتيهم يعني قربتيهم يعني لديفيرونس صغير يعني زدت صغير، يعني انا عندك ديزانتيراكسيون دونك هادشي باش تعقل عليها تنسات عليك نهار ليكزام ان شاء الله، وكنتمنى ما تنساش لان دابا انا كنشرح لك خصك تفهم. دونك هنا الى لك لي كار يعني انه لو ديفيرونس في لينيرجي دي زوربيتال اي تري امبورطون، يعني انه فكبير من 15 الكترون دونك اون اورا با ديزانتيراكسيون اس بي ولا كلاسمون ديال لينيرجي. هنا علاش كندوي على هذا الشيء؟ فاش كنجيو نكلاسيو لي زوربيتال مولكولير لي تفورماو ليا بلي ريكوفرمون اكسيال ولا لاتيرال، كنحط دو زيس دونك في التحت كنسبق دو زيس يعني سيجما دو زيس هو الاول. شكون اللي كيتبعو؟ دونك كيتبعو سيجما دو زيس ايطوال فوالا. دونك عاد اشنو كنجي هنا في كيكون الاختلاف؟ عندي سيجما زاد عاد لي زوربيتال مولكولير بيكس بي كريغ اللي قلنا كيكونوا عندهم لو ميم انرجي يعني درجه درجه مقادين. هنا سيجما زيد كيكون بلو ستابل كل هاد كو هاد بي اكس بي كريك، يعني الانرجي ديالو صغير من هادو في الحاله ديال با دانتيراكسيون اس بي، كتكون الانرجي ديالو صغيره من هادي والاخرين كيبقاو هما هما، يعني هادو ومن هاد الجهه ومن هاد الجهه كيبقاو هما هما. عندي هنا بي اكس بي كريك ايطوال سيجما اكس سيجما زيد ايطوال، دائما الانرجي ديالهم كبيره مقارنه مع هاد سيجما سيجما اس وسيجما اس ايطوال. مي هنا في كاين الاختلاف بالزرق، هنا فاش غيكون فاش غيكون عندي با دانتيراكسيون هذا هو تستيفا سيجما زيد عاد بي اكس عاد بي كريك افيك انتيراكسيون، غادي نلاحظوا بان بي اكس بي كريك هو اللي كيكون بلو ستابل، يعني هو اللي غنجيبو لهنا وهادي غنجيبو لهنا. دونك بالنسبه لافيك انتيراكسيون الوغ في با دانتيراكسيون لوربيتال سيجما زيد اي بلو ستابل كو لوربيتال بي اكس بي كريك، دونك هاد العلامه ديما كديرونجيني انا نيت. الوغ ف سيجما زيد كتكون بلو ستابل كو هاد لا مولي كو هاد لي زوربيتال موليكولير فوالا. دونك فوالا هذا هو لو كلاسمون ديال لينيرجي ولا لا ستابيليتي ديال لي زوربيتال موليكولير سون انتيراكسيون. انا في هذه الحاله لو بروميير كا سون انتيراكسيون، يعني انا زيد سوبيريور ستريكتومون ا سيت، لو ديفيرونس دينيرجي بين لوربيتال اس ولوربيتال بي كبر من 15 الكترون فولت، هذا هو الاستفاده ديال لي زوربيتال موليكولير. دونك دائما كنحطو سيجما اس ايتو سيجما اس عفوا لوربيتال ليون، سيجما اس هو اللي في التحت دائما لان هو البلو ستابل مقارنه مع الخير كامل. سيجما اس ايتوال هو اللي تابعو عاد سيجما زد، ها هو سيجما زد عاد بيكس عاد بي كريك. في الحاله ديال لافيك انتيراكسيون غادي نلاحظوا بان هاد الجوج هادو كيجيو تحت هادي وهادي كتطلع لفوق. الا كانت لي زانتيراكسيون بين اس بي يعني كانت المشانقه المدابزه وديفيرونس صغير بزاف، هنا سيجما زد عاد بي اكس عاد بي كريك عاد بي اكس بي كريك ايطوال هادو دائما كيبقاو هما هما. دوك هادو ما كنهضروش عليهم نهائيا، يعني هادو دائما كيبقاو هنا. بي اكس ايطوال بي كريك ايطوال عندو الميم انيرجي ها هو، وعاد سيجما زد ايطوال فوالا. دابا ندوي على انتيراكسيون اس بي، يعني عندي دي زانتيراكسيون اس بي، يعني انه الا بينا نهضروا على من ناحيه الانيرجي لو ديفيرونس، الا حسبتي لو ديفيرونس درتي هذا ناقص هذا الانيرجي ديال لوربيتال بي ناقص الانيرجي ديال لوربيتال اس اللي كيتسخر قطعا من 15 الكترون فولت، او لا زيد انفيريور ويت ايغال ويت ايغال ها ويت ايغال 7. دونك بحال مثلا الازوت لتحت، الوغ فبالنسبه للازوت اللي تحت منه هنا كندو على دي زانتيراكسيون اس بي، يعني هنا لوربيتال اس لوربيتال بي ما كاينش واحد الفرق شاسع في الطاقه ما بيناتهم، كافي انه بعد داك الصداع عليهم بعد ديك المشاكل بيناتهم، لا كاين واحد الفرق صغير بزاف، يعني انه فهما تقريبا فهما متقاربين من ناحيه الانيرجي، ماشي متقاربين بصفه بيان سور توتالمون، وانما غير متقاربين فقط بارسيلمون. اللي الشيء اللي كيخلي انا يكون عندي دي زانتيراكسيون اس بي، لي زانتيراكسيون اونتر لوربيتال اس لوربيتال بي في لو ميم ولا في لا ميم اتوم. الوغ هنا ليكار اونتر لي نيفو دينيرجي دي زوربيتال فابل اي لي اورا دونك انتيراكسيون اس بي. دونك لو كلاسمون دينيرجي دي زوربيتال موليكولير كيفاش غيولي؟ هنا في كيكون عندي الاختلاف، لان فاش كتكون عندي لي زانتيراكسيون سيجما اس سيجما اس ايطوال نفس الحاجه، بي اكس بي كريك ايطوال نفس الحاجه، والسيجما زيد حتى هي نفس الحاجه، دائما هادو كيبقاو بلايصهم، ولكن هادو هما اللي كنهضر عليهم دابا. دونك هنا فاش اشنو كيولي؟ دونك الا حتى الحاله دونك لو كا بريسيدون شفنا سون انتيراكسيون هذا كان هنا وهذا كان هنا، مي في هذه الحاله لا، هذا اللي غيولي هنا هو اللي كيولي بلو ستابل. يعني فاش كنقول كيولي هنا يعني انه كيولي بلو ستابل، انا هنا الانرجي صغيره، هذا الانرجي ديالو صغيره من هذه وهذا الانرجي ديالو صغيره من هذه، وانت غادي لا ستابيليتي هذا بلو ستابل كو هذا وهذا بلو ستابل كو هذا، دونك هذا كيولي موان ستابل مقارنة مع هذا، وهذا كيولي بلو ستابل يعني كيولي أكثر استقرارا مقارنة مع سيجما زيد في الحالة ديال ليزانتيراكسيون اس بي ولا ديفيرونس دينيرجي سرقت عن 15 الكترون فولت. الوغ فبالنسبة ليزانتيراكسيون اس بي لي زوربيتال موليكولير بي اكس بي بي اكس بي كريك بلو ستابل كو سيجما زيد سيجما زيد، وهذه العلامة لعن الله في هذا اليوم الجميل.
دونك فوالا ها هو دابا لو كلاسمون ديال لينيرجي لا ستابيليتي دي زوربيتال موليكولير مي في هذه الحاله بالنسبه للانتراكسيون اس بي. الو بالنسبه للانتراكسيون اس بي عندي هنا نفس الحاجه سيجما اس سيجما اس ايطوال بي اكس بي كريك هو اللي كيكون هذا الخطره بلو ستابل كو سيجما زيد، يعني هذا الخطره سيجما زيد كتجي في الفوق هنا هذا كيجي من تحت عاد هنا كنمشي لبي اكس بي كريك ايطوال وسيجما زيد ايطوال. دونك هذا هو لو كلاسمون ديال هنا. دونك فاذا كان هنا كدرس دائما لا موليكول ا دو كتشوفها واش دوزيام لين ولا تخوزيام لين او لو بروميير لين. اذا كانت البروميير لين ما كندوش عليه ديزانتيراكسيون لان ديجا لي زوربيتال بي ما كاينينش، يعني اس ما كاين مع من يتناطح. مي هنا في بالنسبه لي زاتوم الاخرين هنا كندور لي زانتيراكسيون اس بي كتشوف لو ديفيرون، يا اما كيعطيك لو ديفيرونس دينيرجي كما شنشوف في التمرين ولا غادي تقول لي ولا الا ما عطاكش ديفيرونس دينيرجي عرف بانه فهم راسك لانه يعني بانه راه تعتمد على لو نوبر اتوميك زيد. فوالا هذا هو لو كلاسمون.